يقدر يوصل لأحسن اختيارات موجودة. داخلين على الترانسفير ويندو الشتوي أو الانتقالات الشتوية، ولا بد أن المدير الفني يكون عنده يعني المطالب اللي بيطالب بيها لجنة الكرة أو بيبلغ بيها إدارة النادي في بعض التدعيمات اللي بيكون محتاجها. طيب المدير الفني بيعرف الكلام ده من خلال إيه؟ من خلال أنه موجود مع الفريق من أول الموسم. طيب المدير الفني ما كانش موجود مع الفريق من أول الموسم، أو مش كانش موجود في فترة الإعداد ودوري زي ما حضراتكم عارفين. طبعا كان الموسم اللي فات موسم انتهى، ما كانش فيه فترة إعداد، الموسم اتلحم في الموسم الحالي، وبالتالي مستر راني فايلر لما جه قبل بداية الدوري، لكن الفترة ما كانتش كافية. ففي أول توقف للدوري بسبب المنتخبين الأول والأولمبي، نادي الأهلي على طول وفر كل الطلبات اللي ممكن يطلبها المدير الفني وأقام له معسكر في الإمارات، الدولة اللي دايما يعني بتحمل أخبار سعيدة جدا للنادي الأهلي، وبالتالي تغيير جو مهم. وهنتكلم أيضا مع كابتن عمرو الحديد إزاي المعسكر بيكون دايما يعني في تغيير جو للعيبة علشان يخرجوا من الحياة الروتينية اللي بيمروا بيها بدون أي ماتشات وبدون أي احتكاكات. وكمان اللعيبة اللي خارج المنصات الدولية بتكون دايما الوقت بالنسبة لها بيمر أبطأ بكتير، وبيكون عندها نوع من أنواع الملل. علشان كده بقول لحضراتكم إن حاليا الوقت الحالي مستر راني فايلر بيبدا ان هو يحط ايده على النواقص وعلى المراكز اللي ممكن يكون محتاجها في شهر واحد، ده بيكون بالتنسيق ما بين مدير الكوره وبين الجهاز الفني وطبعا لجنه التخطيط ولجنه الكوره، علشان يبداوا يحددوا ملامح الطلبات المدير الفني خلال الفتره القادمه. كل هياخد فرص وما فيش شك ان كل هياخد الفرص، وكل واحد هيكون عارف اللي ليه واللي عليه، وكل واحد هياخد بدل الفرصه 10 فرص. وزي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي دايما كل اللعيبه اللي موجودين كلهم عندهم صراع قوي جدا، لكن صراع رياضي اخلاقي دايما كله بيتنفس بيه بشرف. النادي الاهلي بيكون عايز اللاعب رقم واحد، وبالتالي كل اللعيبه اللي موجوده هياخد فرصهم، محدش ابدا هيتحرم من فرصه هو بيطلب بيها او بيطالب بيها. وزي ما احنا تابعنا كان معايا حلقه مهمه جدا مع كابتن ناجي خليل، وكان اتكلم فيها وقال ان مستر ريني فايلر في الماتشات الوديه بيقعد في المدرجات ويتفرج على اللعيبه علشان يشيل الضغط من عليهم، علشان اللعيبه تعمل كل اللي في نفسها من غير اي ضغوطات، ويبدا يقيم ما بين الشوطين او اخر المباراه. هو ده الكلام الصح. مستر راني فايلر عنده وجهه نظر مختلفه، راجل مدير فني بيتعامل بطريقه جديده علينا، يمكن سنه صغير، مدرسه سويسريه، مسك فريق اندرلخت وضرب في يمكن فريق كبير في الدوري البلجيكي وحصل معاه على الدوري البلجيكي في سنه صعبه جدا. لكن زي ما بقول لحضراتكم ان المدير الفني بيبدا ان هو يشتغل علشان المرحلة اللي فاتت يمكن مرحلة صغيرة جدا. النادي الأهلي أكيد هو المتضرر من إيقاف بطولة الدوري. ليه المتضرر؟ ماشي بشكل كويس جدا، بسم الله ما شاء الله، مستواه بيتحسن من مباراة لمباراة، عدد الأهداف ما بقاش عندنا مباراة بتخلص بواحد أو باتنين، لا ده احنا كل الأهداف مشروعة، ممكن مباراة تخلص بهدف، ممكن مباراة تخلص باتنين، تلاتة، أربعة. علشان كده بقول لحضراتكم انه الراجل جاي يشتغل وراجل جاي يصنع مجد، راجل مش جاي يهزر ولا جاي يضيع وقت ولا جاي يقبض ولا جاي يبقى اسمه نادي ضرب النادي الاهلي في يوم من الايام، لا الراجل جاي يشتغل، الراجل جاي يعمل تاريخ، الراجل جاي يعمل مجد. شفناه من اول مباراه كلامه قليل جدا، حتى تصريحاته من اول يوم في المؤتمر الصحفي، وقال ان احنا محتاجين نشتغل مع بعض، اللعيبه تساعدني وانا اساعد اللعيبه علشان نوصل في الاخر الى نتيجه موفقه ونتيجه مهمه. علشان كده بقول لحضراتكم ان المعسكر هو الرئه اللي بيتنفس منها لعيبه منتخب مصر، اللي هينتقلوا طبعا للمعسكر. اما لعيبه الاهلي اللي هتكون موجوده بعد كده بعد انفصال لاعبي منتخب مصر الاول عن المعسكر، اكيد طبعا هيكون عندهم تجارب وديه، واللعيبه اللي موجوده اكيد طبعا بالنسبه لها احنا بنتكلم طبعا على مستوى الكوره، هتقول طب خلاص لعيبه منتخب مصر يعني ما هتصدق ان هم يروحوا للمعسكر علشان يتنفسوا وعلشان ياخدوا فرص. وده دايما المنافسه بشرف على تيشرت النادي الاهلي وعلى المركز اللي كل لاعب بيلعب فيه. معسكر دبي معسكر طبعا هنتكلم عليه، وهنتكلم على اجواء، وهنتكلم على فعاليات، وهنتكلم على امور كثيره جدا خاصه بيه. لكن كلنا عارفين ان الايام اللي جايه والميركاتو الشتوي اللي جاي اكيد يحمل الكثير والكثير من يعني الاقتراحات اللي هتكون ما بين الجهاز الفني ولجنه الكوره. لكن زي ما حضراتكم عارفين ابدا مش هتتابعوا اي حاجه ولا هتعرفوا اي حاجه غير من خلال حاجتين فقط لا غير، الموقع الرسمي للنادي الاهلي وقناه النادي الاهلي، وبالتالي كل الامور اللي حضراتكم محتاجين تعرفوها تعرفوها من خلال هنا. لكن كل الكلام اللي بيتكتب وبيقال على السوشيال ميديا كلام يعني ناس كتير بتحاول انها تجتهده، ناس كتير جدا بتحاول ان هي يعني تاخد ترافيك بلغه الاعلام ان هي يعني يبقى في اقبال
كتير على الخبر او على الموقع اللي هم طبعا بينتموا ليه، لكن زي